هذا السائل يقول: امرأة أحرمت قبل الوصول إلى الحرم، امرأة أحرمت وقبل الوصول إلى الحرم جاءتها العادة الشهرية فلم تعتمر ورجعت مع أهلها إلى بلدهم، فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم أن هذه المرأة لما أحرمت بالعمرة وجب عليها أداؤها ولا يجوز أن تتنازل عنها، فالإحرام باق عليها ولو رجعت إلى بلدها، فيجب عليها أن ترجع إلى مكة مع وليها أو محرمها وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، طواف وسعي وتقصير، ثم ترجع إلى بلدها. نعم.